ترى لماذا جمعتنا الملكة؟ ليس من عاداتها استدعاؤنا في هذا الصباح الباكر. اصبروا يا سادة، ستعرفون كل شيء في حينه. يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقى إليك؟ كيف؟ وجدت الرسالة إلى جوار مخدعي ولا أدري كيف وصلت إلي. ربما ألقيت بسهم من نافذة أو كوة مفتوحة في السقف. هذه علامة على أننا مخترقون. الأهم هو ما تحويه الرسالة. ماذا تحوي يا مولاتي؟ نرجوك أن تقرأيه علينا. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هل انتهت الرسالة؟ نعم، ما رأيكم؟ سمعت بالملك سليمان، يقولون إنه رجل قوي وحكيم، ولكني لم أسمع بربه الرحمن الرحيم. ما رأيك كبير المهندسين؟ لا أدري ماذا أقول. أيها الناس، أفتوني في أمري، تعرفون أنني لا أتخذ قراراً بمفردي. مولاتي، إن جيوشنا مستعدة للدفاع عن مملكة سبأ الغالية والموت دونها. نحن لدينا قوة وعلم حديث وفائض كبير في الطعام والماء، ونستطيع خوض الحرب متى أردت. الأمر في النهاية يرجع لك يا مولاتي. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذه عادتهم دائما. ماذا تقترح مولاتي إذن؟ سأجرب الطرق السلمية، حقنا للدماء وتجنيبا للناس لعويلة الحرب، فأبعث لهم بهدية وأرى ماذا يكون ردهم. لقد استخدمنا كمية كبيرة من الذهب المصفور لصنع صناديق الهدايا. أرى يا مولاتي أن هذه تكلفة كبيرة للغاية. يجب أن تكون الهدية قيمة ومبهرة للملك سليمان. هل لي أن أفهم الحكمة في ذلك؟ لو كان الملك سليمان رجلاً قوياً طامعاً في الدنيا، فسترضيه الهدية وتجعله يكف أذاه عنا. ألا يمكن أن تزيد من أطماعه؟ إن شراء أصحاب الأطماع أمر سهل، المشكلة لو كان صاحب مبدأ أو عقيدة. ماذا سيفعل وقتها؟ لن ترضيه هديتنا مهما بلغت قيمتها، وسيزداد إصرارا على إخضاعنا لربه. ولكني لا أظن أن هناك مخلوقا في الدنيا يستطيع مقاومة كل هذا القدر من الذهب. هذا رأيي أنا أيضا. أرجو أن يفكر الملك سليمان مثلكما. لن أعيد توصيتكم. نعرف مهمتنا جيدا يا مولاتي، سأراقب أحوال مملكة سليمان، خاصة في الزراعة والتجارة والصناعة. وأنا سأتابع ما وصل إليه من نظريات علمية في الطب والهندسة. ألم يكن من الأفضل أن يذهب معنا قائد حربي لاستطلاع أحوال جيوشهم؟ بالطبع لا، نريد أن نؤكد له أننا دعاة سلام ولم نذهب للتجسس عليه. فهمت يا مولاتي. أظهروا لهم الود والمحبة والاستعداد لتعاون مشترك إذا ما طلبوا ذلك. بكل تأكيد يا مولاتي، اطمئني. هيا ابدأوا التحرك ولترعاكم الشمس المقدسة. وصل الرسل بلقيس إلى أرض نبي الله سليمان عليه السلام. انظر يا عمار، لم أرى حدائق بهذا الاتساع من قبل. إن الفاكهة تسقط من تلقاء نفسها في داخل السلال. كيف يحدث هذا؟ من يأمر الريح بأن تهب في هذا الاتجاه وهذا التوقيت؟ تأمل تماثيل الزينة والنوافير في الطرقات. إنها أجمل وأقيم بكثير من الهدية التي أحضرناها لملك البلاد. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني
كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون